كاين مسألة أخرى هو المنافسة غير مشروعة لطب الأسنان داخل الوطن. لا يقل أنه المغرب من الدول القليلة اللي مازال كنلقاو عندها صانع أسنان. صانع أسنان يعني كنلقاو عندنا طبيب أسنان دبلومي قرا حياته كلها، هو كيقرا باش كيتخرج باش كيوصل أنه ياخد دبلوم ويجهز ويقرا ويتكون، وفي نفس الوقت كيجي واحد صانع اسنان ما قاري يعني ما عارف حتى شي حاجه، ما عندوش لا فورماسيون، ما عندوش حتى تكوين بيداغوجي او علمي، كيجي وكيبدا حتى هويا كيبدا يخدم بنفس الطريقه، كيبدا يستقبل المرضى وكيبدا يشتغل لهم في الفن ديالهم، كيتكون على داك الشيء عده مضاعفات جانبيه لا يحمد عقباها. وبالتالي حنايا كنشوفوا بان هذه المساله ديال صناع الاسنان يجب على الوزارة وصية، أؤكد الوزارة الوصية أنها تشوف حل هذه المعضلة هذه. الوزارة الوصية ما كنعنيش وزارة الصحة، كنعني وزارة الداخلية، لأنهم هما اللي حيت هاد الناس ما تابعينش لقطاع الصحة، تابعين الغرفة كما الرخص اللي كياخدوا رخص كتعطيهم لهم الجامعة، يعني الجامعة بحكم أنها الممثل الشرعي للوزارة الداخلية، يعني الوزارة الداخلية اللي خصها تلقى واحد حل هاد الناس هاد. يعني في هاد صناع الأسنان في كيزحمكم بالضبط؟ ماشي مسألة المزاحمة، حنا دابا الأمور واضحة، إنسان أي مواطن ما كيبغي يمشي يصوم السنين ديالو راه عنده الحق يختار فين كيمشي يبغي، حتى حد ما كيبزز عليه. لكن هنا ولات كتوقع مشكل ديال الشبهة، ولا صانع اسنان كيعلق لك بلاكه مؤخرا، ولاو بغاو يسميو راسهم دي دونتيرولوج على اساس شعبه كاينه في شي دول قليله في العالم ومحظوره في دول اخرى وفي المغرب غير مرخصه. مي غتجي تسمي انت راسك دونتيرولوج وغتعلق بلاكه الانسان بحكم انه جيه مريض خاصو بغى يتعالج وعنده الوجع وبغى يتفك من الامور ديالو، كيدخل كيلقى كيلقى يدخل كابيني مصوب معد بجميع المعدات والسيد لابس طابليه وكيقدم راسو كيصوب ليه السنان لهالدرجه وكانه طبيب اسنان. كانه طبيب اسنان، دابا تقدر تخرج تخليني انايا هنا وتخرج تدخل عند صانع اسنان غتلقى عنده المعدات كل شيء موجود. الناس وصلت انها وصلت مشى ابعد من داك الشيء، الناس وصلت انها كدير جميع لي زاكت اللي كيديرهم طبيب اسنان بما فيهم وما اخطر هو للتخدير. مي ولا كيدير التخدير وكيزول السنان للناس، ولا ما نهضروش على مساله ديال التعقيم وديال لي كومبليكاسيون ديال التضاعفات المضاعفات اللي كتجي، هذاك حديت ولا حرج. يعني الناس انا كنعرف واحد المساله، قائم مهنه غير مقننه وغير غير غير مضبوطه خاص الدوله خاصها تقاد هاد الامور. فيما يخص المراسلات وزاره الصحه مؤخرا كنا الفيدرالية صدرت واحد البيان، فيعقل ان مسؤول من وزارة الصحة يحضر مع صناع الاسنان باجتماع رسمي، وهاد الصناع كيخرجوا كيهضروا كيقول لك باننا حنايا غادي تبسط علينا الشرعية، واش غادي وزارة الصحة غتبدا في شرعنة القطاع ديال صناع الاسنان؟ الا بدات وزارة الصحة في شرعنة القطاع وزارة صناع الاسنان هذا غادي يدينا واحد الآفة، لانه اطباء الاسنان وصلوا لواحد الدرجة ديال الضغط اللي ما غيبقاوش يتحملوا هادشي اللي كيوقع لهم. يعني حنا خاصنا نشوفوا حلول مع وزارة الصحة باش نخرجوا بالطريقة الأنجع باش نلقاو حلول لهاد الوضعية اللي كيعيشها القطاع. وبالتالي لا يعقل أنه تبدأ وزارة الصحة في شرعنة القطاع، لأنه هذا غيمشي بينا الهوية. أن المهنة مقننة ولكن تتجاوز ما هو مسموح لها به. فرض أن صانع أسنان معروف أن الاسم يصنع الأسنان، ولكن أنه يوصل معالجة أو طب الأسنان هذا أمر خطير. كاين دابا المشكل اللي واقع هو أنه كاين ثلاثة ديال الأصناف. كاين صانع أسنان يعني بروتيزيست كي سبيسياليزي أو كي هو يا دبلومي قرا 3 سنين مورا الباك باش ولا سبيسياليست وحل لابوراتوار دو بروتيز. لابوراتوار يعني انه كيصوب الاطقم وكيصوب المسائل تحت الامره ديال طبيب الاسنان. هذا هو المعمول. هذا كياخذ
الرخصه ديالو من الامانه العامه للحكومه، كياخذ قانونيه وكيحل برخصه قانونيه مسجله، كيشتغل مع طبيب اسنان موازاه مع طبيب اسنان في نطاق واحد وفي اطار واحد، في اطار تكاملي، هذاك لا غبار عليه. المشكل اللي كاين هو صانع الاسنان، مرمم الاسنان، صانع الاسنان. هذوك ناس كانوا تابعين للظاهر ديال 1960، ils ont été tolérés الظاهر 1960. المشكل اللي وقع والناس اللي ما متبعينوش هما انه الناس اللي كان كيحكم عليهم دارو الظاهر ديال 1960 راه مشات هذيك الفئه، راه توفاو هذوك الناس، مشاو وميتوفاو، ما بقاش الوراثه في لي لابوراتوار في المهنه. صافي، لا ولدو غادي يجي ما كاينش الوراثه، خاص ولدو يمشي يقرا ويوصل للنيفو باك ولا الباك ويدور 3 سنين من مورا الباك عاد باش ياخذ ديبلوم باش يحل لابوراتوار دو بروتيز. هنا كنشوفوا العشوائيه المطلقه، العدد ديالهم ولا كيتكاثر، ولاو الناس كيبوجونيو، ولي كومبليكاسيون الاكراهات والتضاعفات كتكثر. وحضرنا معك دكتور واحد الملف اللي كان داز في المحكمه، الاضرار اللي سببها شي صانع الاسنان او طبيب صانع الاسنان لواحد السيده مريضه، ومشات حتى المحكمه هذيك. دابا كنتوصلوا، دابا المشكل المعضله هو انه كنتوصلوا بزاف ديال الملفات اللي فيهم هاد الاضرار. الناس دابا وعات شويه ولات كتمشي عند، الا مشات عند صانع اسنان بالخطا وتوقع ليها ضرر كتلتجأ للهيئه، والهيئه كتلتجأ هي اولا وكيل جلاله الملك، كدير شكايه عند وكيل جلاله الملك وكتابعوا قضائيا، وكتدخل الهيئه كطرف مدني والفيدراليه كطرف مدني. ولأول مرة ولات الأمور متضحة. هذاك الملف اللي كنتي شفتي، هذاك الملف كانت فيه الأضرار جسيمة، كانت الأمور باينة، والسيدة خدات العقوبة ديالها ودازتو. كاين ملفات بزاف ديال الملفات اللي فيهم أحكام، كان ملف الحكم الأخراني هو هذاك الملف ديال هذاك سميتو ذاك كينيني ميني في الفيسبوك، عطاوه شهر حكموا عليه، واحد آخر في طنجة حكموا عليه، واحد آخر في بركان حكموا عليه، واحد اخر في اكادير حكموا عليه في سوس. كاين الاحكام هذه واش ما كترددش هاد الناس هادو؟ دابا المشكل فين كاين؟ مي كيجي انسان ما عندوش مستوى ثقافي وما عندوش مستوى اكاديمي وكيهضر معاك من المنطق انه حتى هو راه كيدير واحد العمل طبي، ما عندوش تبعية، ما عندوش الخلفيه بانه راه ما خصوش يتمادى على الصحه ديال المريض ولا ديال الساكنه. حنا نمشيو بعد من هذا الشيء، هاد الناس صناع الاسنان دابا مشاو بعيد، كونوا جمعيات وزادوا طلعوا في لو نيفو، كونوا فيدراليه، وفيدراليه تكونات وبدات كدير اجتماعات، واخرهم اجتماع داروه في بن سيدي سليمان، وسموا راسهم دي دونتيرولوج، دي دونتيوريست و دي دونتيرولوج، واستدعاو مؤسسه دوليه جات باش غيوليو هما الممثلين الرسميين ديال هذيك المؤسسه على الصعيد الوطني. والمؤسسه داروا الاجتماع ديالهم وداروا الرسائل والوثائق، عندنا كل شيء موثق. انا كنت هذا هو الموضوع اللي كنت طرحته في البلاغ الاخير. لا، البلاغ الاخير موضوع اخر، ولكن راه في نفس النطاق. انا جاي معاك، هاد الناس ديال السيد اللي داروا الاجتماع في سيدي سليمان ولاو كيهضروا بسميه المغرب، كيهضروا بسميه المغرب على انترناسيونال. واش حنايا كنظن باننا غنسمحوا كمواطنين حنا غنخرجوا من الاطار ديال الفيدراليه ونخرجوا من طبيب الاسنان، واش انا غنسمح راسي ولا انت غتسمح كمواطن ان انسان ما عندوش تكوين اكاديمي او دبلومات مصادق عليها غادي يجهز راسو ويمشي لاوروبا بلجيكا ولا فرنسا ولا كندا ويمثلني انا ويهز الميكرو ويبدا يهضر باسم المغرب؟ حنا الصعيد الوطني، الصعيد الهيئه، الصعيد الفيدراليه كنخدموا باش نهزوا لو نيفو ديال، باش نطلعوا لي نيفو ديال 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 المستوى العلمي والعالمي، العلمي ديالنا على الصعيد العالمي. كنجيبوا كنديروا دي فورماسيون، ولينا كنخرجوا على انترناسيونال. حنا نهزوا لينيفو ديالنا في المستوى الدراسي وفي العلمي وفي التقدم العلمي، وناس اخرين كيقلبوا باش يهبطونا للسنوات الظلام النور. ما يمكنش، لا يعقل، لا يعقل.
المشكل اللي وقع هو هاد الناس داروا اجتماع ديالهم سيدي سليمان، دازت الامور في امان الله، مع العلم اننا دخلنا باش حيدنا لهم ديك السميه ديال دونتيرولوج ولا دونتيوريست، ممنوع عليهم يشتغلوا بها، لانها هاد المهنه ديال دونتيرولوج ولا دونتيوريست راه كاين رسائل من وزاره الصحه ومن وزاره الاكاديميه التعليم العالي ومن التكوين المهني كينصوا كتابيا بان هاد المهنه ما كايناش وما خصهاش تكون، وهادوك الناس اللي كيقريو هاد المهنه خصهم يسدوا هادوك لي سونتر. ولكن وثائق مثبته وكاين الامور ما فيهاش النقاش. هاد الناس هادو اللي داروا دونتيرولوج منعناهم حنايا في سيدي سليمان باش ما يسموش راسهم دونتيرولوج. هاد المساله دازت هذاك الاجتماع كاين وثائق عليه. مؤخرا كيديروا اجتماع في الرباط كتجينا الوثائق بانه الناس دار اجتماع ديال هاد صناع الاسنان، وكنتفاجئوا على الصعيد الفيدرالي بانه كاين عده مؤسسات حكوميه حاضره هذاك الاجتماع، ومن بينهم ممثل وزاره الصحه. حاليا حنا كنشتغلوا كفيدرالية وكهيئة على مشروع قانون مزاولة المهنة، لأن مشروع قانون مزاولة المهنة سنين حنا كنشتغلوا عليه كفيدرالية وكهيئة موازنة المالية باش يخرج الحيز الموجود. ومن 2017 كانت مسودة عطاتها الهيئة بمشاركة الفيدرالية، وجدوا واحد المسودة وقدموها للوزارة، وفي 2023 الوزارة ردت علينا بمشروع قانون مزاولة المهنة كنشتغلوا عليه حاليا باش نعطيو التعديلات اللي غنقدروا نقدموا للوزير باش الوزارة تشوفو يدوز في الشومبر في الغرف باش يتصادق عليه قد التعديلات. كيف يعقل انه في هذاك مشروع قانون مزاولة المهنة كاين مادة من المواد كتأكد على انه ما كاينش شي حد عنده الحق يزاول مساله طب الاسنان اللي سوا يعني علاجات طب الاسنان في الفم ديال المريض الا ما كانش طبيب اسنان، وباش نثبت معك يكون طبيب الاسنان ويكون مسجل في لوائح الهيئه. يقدر يكون طبيب الاسنان وغير مسجل وكيتسمى مخالف للقانون واكزيرسيس ايليغال، خاصو يكون مسجل، الا ما كانش مسجل ما يمكنش ليه يدير. كيف يعقل اننا حنايا كنهضروا على هاد الامور حتى كنتفاجئوا بان وزاره الصحه مصيفطه مندوب ديالها حاضر هاد لي شارلاطو في اجتماع رسمي فيه وزاره الصحه وفيه المديريه الضرائب. ولكن مش راحين في اول سمع المتعلقه بوزاره الصحه هما ما تابعينش لهاد. راه هذا هو الخلل اللي عندنا حنايا، هذا هو الخلل اللي كاين. الخلل اللي كاين انه تابعين الغرفه، يعني مين متابعين الغرفه؟ وزاره الصحه ما عندهاش لا ما عليهم، ما عندهاش كيفاش تاثر عليهم. دونك الى خرج هذا القانون ديال مزاوله المهنه هو اللي غادي يثبت الامور باش شنو اللي كيجعل الناس المواطن على انه مشوا عند الصانع؟ واش جهلا اولا نظرا لغلاء الفاتورات التكاليف عند طبيب الاسنان؟ باش نكونوا واضحين، بزاف ديال الناس عندهم هذه الفكره، كيقول لك طبيب الاسنان عنده غلاء كيدير فاتورات باهظين طرابور لصناع الاسنان. ابدا صناع الاسنان كيخدموا باثمنه خياليه طرابور طبيب الاسنان، حتى هما كيطلبوا الاثمنه ديالهم بالطريقه ديالهم، وهما شوف هما كيفاش كيشتغلوا. المهم كاين امور لان هاد الامور اللي تكلمت ما عرفتش، لانه البعض كيتحدث على انه كاين احيانا تواطؤ بين بعض صناع الاسنان وبعض الاطباء، كياخذ ديك لونطيط ديالو باش كيدفع حتى هو باش ترومبورسا في التكاليف. شوف باش غنقولوا تواطؤ، كاين تواطؤ الاول هو بين صناع الاسنان والناس اللي كيعطيهم الرخصه باش يحلوا، اكبر تواطؤ هو هذا. باش نكونوا واضحين، التواطؤ الاول الاصلي هو انه ملي كيكون عندك ضرر الناس كدير ضرر
الساكنه كيديروا امراض حتى فشي امراض معديه بحكم انه لا ستيريزاسيون ما كايناش بزاف ديال الامور. دابا ولات ولا الكوفيد ولات امراض معديه كبيره. دابا راه ولات تفشي الامراض بطريقه خياليه. يعني حنايا خاصنا نشوفوا الصالح العام، الصالح العام انهم نحلوا عطاو وجهه الناس يحلوا. لو انه كان دوري كان دوري كانت رسائل، كانت رسائل من الفيدرالية للولات والعمال والولات، وكان دوريات وتصيفطوا للعمال بانهم يحبسوا لي زوتوريزاسيون. وحاليا انا عندي الارشيف ديال من 98 وكيمشيو رسائل 98 2002 2004 رسائل مستدامه كتمشي على اساس الناس ما يحلوش، ومع ذلك باقي الظاهره كتفشى وباقي الناس كيزيد العدد ديالهم. ولا مشيتي عند الجامعه ما كيعطيوش الرخص. يعني علاش الناس باقا كتمشي طبيعي عند الصانع الاسنان؟ ودابا الخلفيه راه الخلفيه ديال الناس كيفكروا بانه راه داك صانع الاسنان غيدير لهم ثمن هابط بحكم انه صانع الاسنان غيدير لهم ثمن هابط. ملي كيجي شوف كيلقى راسو حتى هو كيأدي الثمن خيالي حتى هما كاين الناس كيخلصوا ثمن. هذاك المواطن الا ادى ديك الفاتوره كيأدى 100% واش العكس ربما صانع الاسنان كيترمبوشا خرج له 5% 100% كيخلص. وباش نكون انا وياك واضح، الامور راه غاتغير، راه ما غاتبقاش في هذا النطاق هذا، الامور غاتبدل لانه كاين لاسينيسيس تعمات على كل شيء. اي واحد كيجي عندنا كيجي لك لاسينيسيس. دونك باش نكونوا واضحين، ملي غيجيب لك السيد لاسينيسيس خصك تعمرها ليه. سولتيني على التواطؤ بين الطبيب وبعض صناع الاسنان. كاين صانع اسنان مراته طبيبه اسنان، وكاين طبيب اسنان مراته صانعه اسنان، وكاين طبيب اسنان واحد نهائيته صانع اسنان. يعني ما كاينش تواطؤ، ما كاينش. الى جينا على التواطؤ ما كاينش تواطؤ بين يعني كاين واحد كاين واحد فئه قليله جدا، فئه قليله كتواطئ مع صناع الاسنان. وهذيك الفئه راها معينه ومعروفه الى خصوصي. باش نقول احنا دايرين لهم مديوله لهم لا ليست مصوبه، لا ليست كاينه عند ليزاسيرونس كيعرفوهم. ليزاسيرونس كيديروا في دي ليست نوار، كاين اللائحه السوداء. هذوك الاطباء كاين اللائحه السوداء عند شركه التامين، وكاين اللائحه السوداء عند الهيئه. هاد الناس راكم معروفين، يعني انت كتواطئ راه الملفات ما غيبقاوش يدوزوا لك. كونوا واضحين. دونك هاد المساله ما غاتمشيش بعيد، لان من هنا لقدام لا سينيسيس انا اون تران دو ديماتيرياليزي لي في دو سوا. ديماتيرياليزي لي في دو سوا سي تادير كون فا اون فا ايغادي لا بابراس. ما غيبقاوش هذيك الورقه ديال لي سوا غتحيد، ما غتبقاش. غتولي كلشي اعلاميات اعلاميات، وغتولي لا كارت ميديكال. يجيب لك لاكارت ديالك، يجي عندك عندك اللوجيسيال ديالك فيا ديريكتوم مرو لي، يعني مع الشبكه ديال لا سي ان اس اس كدوز المعلومات لا سي ان اس اس، وكدوز لا دي جي، ولا دي جي كدير لك بريليفمو على سورس كتحيد الدار الضريبه كتخلص ديالها، وكيدوز لك انت لو مونطون ديالك اكزاكت. واضح هادشي راه جاي، راه الناس وزاره الماليه راه خدامه على هادشي، لا سي ان اس اس خدامه عليه. يعني هاد المسائل كتواكب هادشي. حنا كنفرحوا ليه علاش؟ حيت كيواكب العصرانه ديال الامور. الا جيتي كتشوف البلاد ديالنا تبارك الله، غادا بواحد الوتيره سا ماجيستي، غادي بواحد الوتيره كبيره. حنا خاصنا نواكبوا هاد المسائل، ما نمشيوش لواحد القطاع اللي غيجرنا اللور. هاد الناس غيرجعوا 10 سنين 15 20 عام اللور، راه لا يعقل. في 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 في, في, في المساله ديال المنظومه، حنا كنشوفوا 2030 غيكون عندنا الكاس العالم، وغتجينا واحد 40 ولا 50 ولا 60 مليون ديال السياح. وهاد السياح هادو غادي يجيو يلقاو ان باز ميديكال كي بوغي. ما يمكنش لينا حنا نقبلوا هاد المسائل. مي غيولي هذا داير حتى هو كابيني بحالو بحال طبيب اسنان، هذا السائح جاي مريض غيدخل عند صانع اسنان يدير لي شي افه، في افه يدير لي شي افه ولا يدير شي كومبليكاسيون، اش غادي يدير؟ السيد غادي يمشي غادي يشكي. حنا ما نوصلوش لهذا الشيء، خصنا نقادو هادشي دابا. ها الامور خصها تبسط دابا، دوز امور نطرقوا المسمار ديالها. اللي غيبقى يبقى، واللي غادي يمشي. اللي عنده مستوى دراسي مقبول مرحبا به، اللي ما عندوش مستوى دراسي يمشي يتحين، يمشي يدير تكوين مهني، يمشي يتفورما في شي، يدير بروتيزيست كاليفيي، يدير المسائل ديالو، يمشي يتعلم، وديك الساعه يخدم. راه يحبس حتى واحد، ولكن الفم ديال المريض راه لي غوش. شكرا جزيلا دكتور. مرحبا.
كنظن انه يجب على الساكنة المواطنين توما خصهم يتوعاو في هذه المسألة المخاطر ديالها أيضا المخاطر ديالها لأنه واحد الوقت كانت وزارة الصحة دارت استفتاء وتشوفوا لي مالادي كونتاجيوز فين هو الخلل ملي كيجيو لي مالادي كونتاجيوز بزاف لقاو يعني 70 و80% ديال التفشي ديال ليباتيت سي كتجي من الدونتير وهنا مشى الميساج اللي تي فوسي كانوا كيسحبوش طبيب الاسنان هو اللي كيدير التفشي ديال المرض مي بقاو يشوفوا لقاو بان المرض كيجي من صناع الاسنان كصانع اسنان خدام بدائي كيقضي هنا قضي هنا قضي هنا ما لا سيريزاسيون ما قاريهاش وخي يبغي يتعلم وخي يبغي يدير فورماسيون هذيك الفورماسيون راهي با اكاديميك راه ما يمكنش لك تعرف كل شيء بحكم انه دابا لا فيرولوجي واللي باكتيري تطورات بواحد الدرجه غريبه هما الكوفيد الاخرين الكوفيد الاخير راه مثال الا مثال على والكوفيد راه بين بانه حنا كفيدراليه كاطباء اسنان المواطنه ديالنا لا تناقش كنا اول وحدين والوحيدين اللي سدينا الكابيني ديالنا سدينا الكابيني بوندون 3 موا بلا ما طلبوا من الدوله سدينا وبقينا بلا خدمه بلا والو والوقت اللي الامور تبسطات وتقادت الامور تستابيليزات عاود حلينا ظروف احترازيه تامه